مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مانو اللي نستضيف فيه العديد من النجوم في مختلف المجالات حلقتنا اليوم طبعا مع شاب ليبي استطاع ان يثبت نفسه ابدا من الصفر الهوايه نتاعها كانت التصوير والان اصبح محترف واسم في جانب التصوير من ناحيه توثيق معالم البلاد سند اهلا وسهلا بك شرفتنا اليوم الله يسلمك بارك الله فيك شكرا على الاستضافه الطيبه هذه ونحييكم على برنامجكم وان شاء الله يكون اللقاء نقدمه فيه الاضافه الكافة المتابعين باذن الله. اليوم. الله يعزك الله يعزك. طبعا برنامجنا مانو هو الموسم الثاني هذا، الموسم الاول كان درفت سطريب م. موسم هذا غيرنا الفكره ودرناها لسياره دفع رباعي اللي هي رالي. فنجيب الضيف في حوار بسيط على بداياته كيف تعلم السواقه وكذا واحد بعدين ننطلق لتحدي ثاني اللي هو تحدي الرالي طبعاً أول سؤال ديماً نسأله فيه للضيف هو تجربة تتساند مع السواقة أول مرة تعلمت فيها السواقة والله أنا السواقة تعلمتها وخري واجد م. يعني ممكن أغلب اللي في العائلة وأصحابي كلهم تعلموا السواقة بدري شوية يعني سن الشباب الجامعة المراط, أنا ممكن وخري واجد تعلمتها كنت دائماً متخوف منها ولليوم انا ما نحبش نسوق في ليبيا يعني خصوصا المدن تخوف من السواقه وما نحبش الزحمه ممكن الدفع الرباعي يختلف شويه الموضوع يعني السواقه في الصحراء مختلفه شويه في براح في مساحات يختلف في شويه الشعور نفسه مختلف يعني. فيه متعة في متعه اكثر من في الازدحام بروحك طبعًا. في الصحراء وعلى الرمله فالتجربه الكلاسيكيه لتعلم السواقه انا حتى السواقه المانوال ما قدرتش نتعلمها يعني لتوه لليوم ومش مقتنع به السؤال نتاع لازم اتعلم سواقه مانويل باش تعلم سواقه العاديه الاوتوماتيك فما هو في اللي هو صغير عنده رغبه وهوايه وشغف انه هو يسوق صح فانت صح الاشياء هي ممكن تلات على النقاط هما المهمه صح في الموضوع ما عندكش ما كانش فيه شغف ممكن حتى في الطفوله اي يولي كان كله كره قدم حاجات زي هيك لكن السيارات نحب انا اكيد يعني السيارات الفارهه بالذات هنا الواحد يحب يشوف يتفرج علينا يسوقها اكيد لكن بصفه عامه مانيش من العشاق السواقه في ليبيا ومانيش يعني سائق ماهر ومن يعني م. الوضع يختلف شويه حتى على الدرون ممكن الدرون كان سبب انه واحد يهرب من السواقه يعني. ما عمركش مثلا خنبت سياره من بوك يعني. لا اكيد خنبتها كم مره ومره خبطتها من الوالد ومره من جدي الله يرحمه حتى هو اللي أول مره خذيتها وخبطتها هذه المشكله هي متى تاخذها وبعدين تدر... تروح مضروبه يعني. ممكن قاعد حتى رهبتها يعني ها. لكن اكيد ما فيش حد ما مرش بها خمبه المفتاح حد. نبغى رده تفعل الوالد لما شبحت السياره مخبوط والله انا والدي انسان متفهم جدا يعني م. يعني يحب ان احنا ديما نخوض التجربه وكان فيها اخطاء لو الامكان تدارك الاخطاء هذينا يعني يكون في عقاب ولكن عقاب مقبول الى حد ما ممكن وقتها ما نتذكرش كيف كان العقاب لكن يعني كان في حواريه يعني والمشكله انا ما كانش عندي اهتمام بها السياره مانيش عارف ليش خذيت المفتاح مانيش عارف ليش ترتكي ممكن حتى من الفضول يعني مش م. لسبب مقنع. فالسواقة بصفة عامة انا مش من عشاق السواقة لكن تظل السيارة عندي حادثة جدة جدي؟ ايه مش جبتها انت خذيت من جدي هي اول سيارة خنبتها خنبت سيارة جدي ايه. يعني وخبطتها في الزيتونة كان في شجرة زيتون على طول مدرسة يعني قدام الزيتونة اصلا ايه. يا دوب قلت لها كي خذت السيارة على طول في الشجرة اتذكرها بسيط هو الحادث لكن هذاك يوم وهذا يوم ومن يوم انا عندي رهبة من السواقة يعني. هرب واجد من الزحمه بصدق آه سند لما كبر ما تعرضش لحادث صدمه مثلا قدر الله حادث قوي مروع كي. جدا جدا ومن فتره ملهاش حتى عامين ممكن وكنت طالع من الفجر من مدينه البيضاء وجاي لطرابلس ووقتها كان نذكر طريق الساحلي مغلق فكنا نضطر ان نجول سرت وننزلوا للواحات ومن الواحات نركبوا فوق ونجول غريان وهكذا يعني كان تقريبا في 700 كيلو ودينا زياده فنتذكر اني طالع من الفجر من البيضه الصبح المهم يعني مع المغرب هيك كنت واصل لمنطقه يقولوا لها شويرف وفي سرعه كنت انا معقوله يعني ممكن 120 140 لكن ارهاق يعني في وقتها ارهاق وفي كورفه كنت جاي فمن المؤسف وقتها يطلع قدامي سيارات عسكريه اتذكرها في طبعا اتجاه معك في, في كورفا ومقابلتني ايه. طنطا وطلعن وطلعنا السيارات هيك في اتجاه عكسي يعني كنا حتى كيف نجينا مننا انا واخوي ما كيف تدرك الامر ضربني شهد العقل إنه بس نطلع السياره شويه جزء نص هكي ونص على البيستا ونص على القطران وبعدين شنو على الاقل السيارات الحديد هذا وقتها سيارتي هونداي يعني بلاستيك مقارنه بالسيوت اللي جاي فلما طلعنا السيارات وهلبت رديت على الطريق برمت بيا كم لفه وطاحت بيا في وادي نذكرها وقصه طويله يعني آه لليوم كيف نتذكرها بروحك كنت في السياره ولا معك كان معي اخوي والله كان معي اخوي ونتذكر في اللفات اللي بشطحت في الوادي انه مر علي شريط حياتي بالكامل يعني صار <سرق> لكم اصابات في لا يعني. الحمد لله لليوم مستغرب اصلا يعني من قوه الحادث ورهبته كيف انا عشت مستغرب انه يعني حتى ضرر السياره ما كانش كبير يعني الحمد لله يعني. ولكن فزعوا لي طبعا سكان المنطقه وقتها نتذكر وقعدت في المنطقه ذاك يوم ممكن او يومين وخذينا السياره باش يديها وفضل وقضى الله وقدره يعني نصيبات الحادثه بم. مهما تجتهد مهما تشطر فيه هذا موقف الوحيد واحد من عده مواقف لكن هذا اكثر هذا شيء هذا ابرز يعني واحد ان شاء الله في الحج وهو سبحان الله في اجزاء من الثانيه الحادث طبعا, يعني طبعاً. ما, ما, ما تكون ذكي ما تكون مركز دا ما دامك انت تسوق ما. وموجود في الطريق ما عليه صحيح, علي. صحيح. وخصوصا انه الله. مش مرتبط بك انت لشخصك مرتبط بظروف اخرى مرات ناس يعني. اخرى تسوق مرات الطريق نفسها يعني صح. ماهوش صحيح ما تكلمش على العامل بتاعك انت بس صحيح فالحمد لله على كل حال اول سياره شريتها جنين هونداي لكن شنو ما عادش نتذكر والله يمكن اللانترا لا من داير اللانترا داير اللانترا ما دامك انت مازال مش متفكر بالضبط معناها ما ما, ما قعدتش عندك هلبه مش والله بالعكس قصتها طريفه حتى خنبت مني ورجعت ومو طويله انا مع السيارات انا معاك كان دي كيف خنبت ورجعت وخنبت مني قبل فرحي ممكن باسبوع اخرى كان شويه الموضوع وجديده ف... ورجعت بعد اسبوع ممكن بلاغ بلغت عليها وكذا ممكن صفحتي على الفيس ساهمت في الموضوع هذا. ف... بس اللي نظرا لكثره سفري نظرا لعدم تواجدي حتى فترات في ليبيا فكانت سيارة شبه مدرسه يعني ما كنتش معدي الواجد على الموضوع مانيش مهتم. لا نتذكرها كويس بس هذه لما انا نحكي لك علي شريت سنه سنه سياره يعني لكن ما هيش اول سياره سقتها لان سقت مثلا كيا قبلها مش عندي مجموعة سيارات لكن يظل يظل في الإطار الكوري يعني ما لا. القصص والمواقف والحكايات اللي عند سند في مواضيع السيارات ممكن يعادل <applause> موضوع التصوير صح ولا لا؟ يعني جزء 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 هو هو حياتي. مربوط حياته بالسفر والسفر الداخلي دائما يكون عن السيارات جزء اساسي فيه مم. طبعا طبعا اكيد حتى لو مش في المدينه نفسها ممكن في الصحراء دائما يعني نبي هي النقطه الجزئيه هي احنا نبي الصعوبات اللي تتعرضوا في المشيات للصحراء بالذات كانت في يا شوف الصحراء يا. موضوع يختلف شويه انا بنحكوا على التصوير انا مثلا فريقي في الرحلات او سنه تصوير ما عنديش وقت نضيع مثلا سياره عطلت عليها سياره غرقت في الرمله ما ينفعش هذا يعتبر وقت مهدور واجد فنستعين دائما منه بالسواقين طوارق اللي هم اصلا اولاد البيئه هذه ويعرفوها في التغطية طبعا مستحيل موجودة يعني صعب حتى في المناطق والمدن للأسف اللي في الجنوب نظرا يعني ضعف البنية التحتية والسلبيات اللي عندهم فصعب تلقى التغطية موجودة ما بالك في المكانات الحدودية ولا اللي زي أكاكوس الداخل ولا فطبعا غادي يستعينوا كلهم بالثريا لكن نحن معتمدين بالدرجه الاولى عليه خبراء يعني مستحيل شبابنا نحن في الساحل مهما بلغت بهم البراعه والشطاره مثلا يسوق سياره دفع رباعي من غير ما يغرقها من غير ما تعطل عليه من غير ما ولاحظنا الفرق ده دي الرحله مثلا نحن الشباب لو نطلع مثلا من الساحل ونمشي بسياراتنا ونكملوها في اكاكس ونروحوا كنا نحتاجوا 10 ايام اقل شيء هذه لو يعني جت الظروف معنا مواتيه بينما لو استعنا بالطوارق لنفس الرحله لنفس المكانات ممكن ناخذوا اربع ايام او خمسه فانا عندك انت فاقد كبير يعني اربع او خمس ايام ده فاقد ماهوش ماهوش سهل يعني انا تو بنهدز من خلال برنامجنا ورياضات المحركات هي الصعوبه الابرز اللي تواجه فيكم في 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 رحلاتكم بالذات في في الجنوب وفي الصحراء هي الوقود. الوقود كيف أكيد. المشكله هذه تتعاملوا معها وكيف تحلوا فيها؟ والله يعني طبعا عندنا نحن مسافات يعني عندك نقطه بدايه ونقطه التخييم، نقطه البدايه هي اللي بتطلع منها في بدايه اليوم، نقطه يعني في خطه مدروسه طبعا آه. اكيد اكيد ما ينفعش عندنا نحن فريقنا الشباب المصورين هذا خطتنا وعملنا بروحه والمسوقين والتامين هذا برضه عملهم بروحه يعني ولكن يمشي مع بعضهم بالتوازي لا, لا ياخذوا من وقتي ولا انا في نفس الوقت يعني ناخذ من وظيفتهم يعني فالطوارق منسقين فيه الموضوع هذا عندنا نقطة البداية لنقطة النهاية هذه ساعة معينة من البنزين عندك لو احتياط معنا مجموعة معينة يعني براميل حاجات زي هيك وفي الأخير مجموعة السيارات اللوجستيات هذه مهمة لا قدر الله يصير ظرف طارئ سيارة تعطل أو شيء ممكن يعني تخرج السيارة هذه لأقرب نقطة وتجيب بنزين وتجي ولكن معقد موضوع البنزينة في الجنوب بالذات صعب يعني أنا الشيء اللي دائما لما نجي المصور نسأل فيه هو فيه المصور عنده مرحلتين في حياته مرحلة الهواية مرحلة الامتهان امتى يمتهن المهنة ويولي مصور حقيقي امتى سند دار في راسه أنه هو خلاص أنا بنولي مصور هو أنا بصدق في مشواري في التصوير ما نصنفش فيها هيك نصنف فيها مصور هاوي مم. او محترف اللي هي نفس ما قلت انت يمتهن يعني يمتهن لكن الفارق بالنسبه لي كان شنو ان الهاوي ما ياخذش في فلوس او مقابل مادي مقابل الشغل اللي يدير فيه بينما المحترف خلاص اصبح فيه مقابل طيب مادي يعني. لما قلت لك يمتهن معناه بده يخلص على آه. فلوس المهنه بالنسبه لي انا ارتباط ممكن في ذهنيتي هيك ان انا لما ناخذ مهنه معناها مرتبط بمؤسسه او مرتبط بمشروع بروجكت معين نكمل فيه او ناس معينين نخدم معاهم يعني مهنه مزاوله لكن انا شخص مزاجي شخص يعني ما عنديش نمط في العمل ماشي به مثلا مجموعه اعمال مثلا مؤسسات نخدم معانا او مثلا عندي نخدم على الدعايه لا لا انا مثلا جزء كبير من شغلي فعلا هوايه يعني ما نرجعش في مردود شغف, شغف شغف, يحرك فيه جزء منه ممكن في واحده من الشركات المحليه الكبيره في ليبيا قبل كم سنه هي اللي فتحت عيني على موضوع كيف نتحول من فكره مصور هاوي الى اننا ممكن لا يكون عندي دخل مادي مقابل شيء اللي ندير فيه وواجهتني مشكلة أكبر وبديت نهتم بالنقطة هذه لما أصبح في منافسين وأصبحت محتاج أنا كسند إمكانيات تقنية أعلى من اللي موجودة وأصبحت أشوف أنه في العالم يتطور بدل ما الكاميرات العادية أصبحنا محتاجين درونات و إلى آخره يعني فأنا انتبهت لجانب المادة يعني بعد ما كان فعلا الشغف هو اللي يحرك فيه فنقطة الفلوس والماديات والاحتراف و تجربتي فيه كويسة والى حد ما يعني ما كانتش نظام طفرة موزونة جدا يعني اللي نحصل فيه تقريبا ماشي أغلب على التصوير، ما عنديش الحياة المترفة مثلا ما حققتش الارقام العالية ولكن راضي جدا عندي بما فيه الكفاية اني نقدر نسافر، إن نقدر نصور، نتطور فيه الى حد ما يعني فيه. الشغل اللي يخدم فيه سنة جايب همة يعني جايب همها ايوه من الاخير وفي الاخير انا مستمتع به فدام الهواية تجيب فيه مردود كويس تمام طبعا تو بنتكلموا على ابرز المواقف مثل ماشي انت تصور في رحله كبيره وزاد قلت الكاميرا هيك لقيتها وقفت الاعطال التقنيه والفنيه هذه موجوده هلبة طايره طاحت مثلا اي هو صح اول اول كاميرا طايره شريتها فعلا صورت بها في الصحراء اول مره فعلا طاحت مني اول مره م. وكان قل تركيزه وعدم معرفه وهكي يعني وخطه بسيطه أجت المراوح و... بالنسبة للفقدان يعني ان العدسه تنكسر، ان الكاميرا تطيح، هذا اصبح تحصيل حاصل. في جانب الدرون والطيارات والواحد قديش طيح طايره؟ أه ولا واحدة الحمد لله. هذه يعني بس مقفلة انت بتعتبر الصدمه مثلا مرات انت في مرحله الهبوط هذه ممكن المراوح تكسر اللي انك انت نزلت غلط يعني في, الأخ في الاخير حاجة عادية لكن تكسير عادية. ما, ما وانت طلقتها من ايدك مثلا واحده مراوح مش راكبة في الاخير ما زالت قريبه وكذا خفيفه الصدمه يعني. لكن طيحه نتاع معنا طيحه لا هذا الحمد لله طاحت منها في البحر يعني. انا حبيبنا واصحابنا واجدين طاحت منهم في البحر نعرفهم ايه. واجدين في واجدين طاحت منهم في البحر طبعا انا مم. اكثر مكان خاف نصور فيه البحر صدق يعني لان الغلطه بورطه عندنا يعني واحد من الشباب محمد بهاف الكادر هنا طيحها في البحر مره في حتى واجدين غيره حتى حامد الزرقاني مم. في مجموعه مصورين مطيحينها ايه. في سؤال كيف جزئيا بيشترب مني انت من مدينه البيضاء مدينة البادة قصدي أول منطقة اللي موجود فيها أنت جبل الأخضر بصفة عامة في عدد كبير من المصورين معروفين والقدم يا أخي ممكن حركة التصوير أو موضوع التصوير من حركة الجهاد للسلام إلى الجهاد صحيح الليبي في صحيح زمان صحيح فهمت كيف؟ إيه؟ فالشيء هو كيف عطاك دافع انك انت تكون من المدينه هي او المنطقه هذه وفي مصورين قبلك ممكن ما نقدرش نعدد من ضمنهم في رياضيين وفي تعين معالم وفي هذه صحيح. شوف والله سؤال جميل وسؤال مهم يعني وهنا ممكن نحن نعطوا حتى الناس حقوقها ممكن نذكروها ونعطوها الفضل يعني كيف عندنا زمان نحنا من الحاجات اللي مأثرة فينا جمعية الهيلع هذه مختصة في دراسة الحياة البرية والعتار وكانوا من الناس الملهمين بالنسبة لنا زي حياة حتى أول حال من الرحالة المعروفين عندنا داود حلاق اللي اللي مكاتب بكتاب أو شاز الأسلاف اللي أول من الناس اللي دخلوا وثقوا الكهوف ما كانش عنده تصوير فكان مكتفي بالرسم مثلا والتخطيط التوضيحي فهذينا زي ما يقولوا نواة أكيد أسهمت أن بعدين الشباب يتأثروا بها يسمعوا عليهم يشوفون وبلادنا بصراحة من أنت من أول ما تزور وادي فيها أو ما تشوف جبالها أو ما تدخل مثلا مكان أثري لا بد أن يستلهمك أنت تشوف شن فيه أخرى مازال يعني ما بالك لو اقترن الموضوع بتصوير تصوير هنا في متعه اضافيه انك انت توثق وزاد الموضوع لما في ناس تتفاعل معك مثلا ولا يتابعوا فيك هنا اصبح في دور انت تقوم به يعني تمشي تاخذ في صوره كويسه تنقل فيها للناس الناس تتفاعل معك آه فممكن صح يعني جوانب واجد البيئه الطبيعه نفسها الشخصيات اللي عشنا معها الحركه الكشفيه كذلك المصورين اللي قدم اللي موجودين عندنا امور واجده تساهم اكيد ان الانسان ممكن ياخذ الجوانب هذه يعني معك ونتفق بشده الخطط المستقبليه اللي مديرها سند حاجات مثلا يبي يديرها لكن مازال تبي شويه وقت أو امور كثيره والله واهم شيء طموحنا ما يوقفش واني دائما نشعر ان في على الاقل الى حد ما حتى تطور بسيط كويس مم. فممكن اغلب طموحاتي تظل في اطار التصوير حابب جدا اني كيف ما بديت في التصوير نكمل في التصوير يعني كان عندي فرص واجد سواء في العمل الحكومي او في عده جهات اعلاميه وغيرها لكن ما زلت متمسك فكرة اننا ممكن ننجح ونكمل كمصور مستقل في الطبيعة ولأجل الطبيعة ومن الطبيعة يعني مش مجبر واجد يخش على الإعلانات أو الدعايات أو نغير من مصاري لا ممكن يعني مقابل صور احترافية عالية الجودة بطريقة تسويق ذكية ممكن واحد يخدم على جهات من نفس المجال طموحي كله في الاتجاه هذا التصوير تصوير الطبيعة ممكن سفر خارج ليبيا الدمج بين الاثنين بين ليبيا وطبيعتها والعالم ونخلي الناس اللي كانت تتابع فيها تقارن أن هدفي أن الناس تقتنع أن ليبيا ماهيش أسوأ من غيرها من دول هدفي أن الناس تعرف أن ليبيا لا ممكن تكون حتى أجمل من دول واجد. ليبيا ممكن مظلومة إعلاميا بس الناس ما تعرفش مدى الآثار اللي موجودة فيها الطبيعة المتنوعة الموجودة فيها التنوع حتى الجغرافي البيئي الثقافي كل شيء في ليبيا موجود. هي ليبيا مش من من, من, من الأماكن قصدي اللي زي ما تقول أنت المناطق اللي بجنبها جميلة ليبيا الأجمل. أحسنت ليبيا أحسنت. الأجمل. ولكن زي ما يقولوا الاطراء في حاجتك يعني ممكن تبان للناس كانها مجامله م. بس من خلال تجربتي ومن اللي شفته في ليبيا فهي دوله يعني مفروض تكون من مصاف الدول في العالم في السياحه بصدق يعني م. فان شاء الله نتمنى نقول نحن المستقبل ان طموحي الشخصي وليبيا وبصفه عامه الليبيين انهم يعيشوا حياه رفاه ويعيشوا حياه كويسه وان نشوف بلادنا هذه في خير ونعم هذا جل ما نتمنوه يعني في حد ذات هذا طموح شخصي استاذ تو تمشي معنا للتحدي يستر الله تجربه ما تخوفش هي لكن باذن الله تعالى ليش لا ليش ليش حاجه ليش جديده مش جديده لكن باذن الله ليش هي. لا غير فارق بات ونزلاته يا سلام يا سلام ننطلقوا تماما على بركه الله صح شعور مختلفة جدا 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 تجارب ثانيه مختلفه شويه طبعا طبعا لكن تجربه جميله والله وننصح الجميع انهم يحاولوا كيف يجربوها يعني يفترض انه يكون في مناشطك للناس لعامه الناس انهم يجربوا الحاجات هذه طبعا هذه رياضه المحركات احنا نحاولوا ان نبينها في ليبيا بشكل كويس وامن جميل يعني مش في الاماكن او في الطرق لا في الامكانات المفتوحة الامكانات عليها الامنه اللي تقدر انت حتى لا قدر الله يصير معك خلل وحاجة حاجه تقدر تتدارك صحيح. الموضوع صح يعطيكم الصحه ومحمد ما شاء الله عليه والشباب كلهم بارك الله فيكم الصحة شكرا لاش. شكرا الله يعزك شكرا. الله, يعزك. شكرا. الله يعزك.